آلاف من أنصار التيار الصدري والناشطين المدنيين أكدوا أن إصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي التي أطلقها لم تطبق لعدم جديته في تنفيذها، وإن المواطن العراقي قد نفذ صبره من الانتظار والتسويف لعدم تنفيذ الحكومة التزاماتها تجاه شعبها، محذرين من حصول ثورة شعبية تخرج مطالبة بلقمة العيش التي ربما لا تستطيع حكومة العبادي من توفيرها في الأيام المقبلة. كلا كلا للإصلاح الوهمي، ونعم للإصلاح الحقيقي، كلا للمماطلات، وكلا للعب بمصير هذا الشعب المسكين وبمقدراته وثرواته، ونعم للقيام بخطوات إصلاحية جريئة لا بد من أن تقوم بها الآن، ولا بد من اتخاذها اليوم قبل أن تحل الكارثة الأبدية بهذا البلد العظيم. الآلاف من المنادين من أجل إصلاح هذا البلد وإزالة هذه الطبقة الفاسدة الموجودة الآن فوق أجسام العراقيين. اليوم نحن ننادي جميعا للإصلاح، الإصلاح هو هدفنا الوحيد بالطرق السلمية البحتة. الإصلاحات التي أطلقها العبادي وصفها المحتجون بالنظرية ولم يتم تطبيقها بأكثر من مفصل بسبب رفض الكتل السياسية التنازل عما وصفتها استحقاقاتها الانتخابية، وإن المحاصصة السياسية والطائفية لا تزال موجودة، وتغيير المسؤولين يتم باتفاق الكتل، ولا وجود لثورة حقيقية لمحاربة الفساد المالي والإداري. حافظنا على هذه المساومات داخل البرلمان وداخل الرؤساء الثلاث اللي هم باكو والعراق، وهم شو العراق، والعراق يعني جريح الان، واحنا الشعب العراقي اتفقنا ايد وحده، سنه شيعه تركمان صابئه يزيد، كلتنا واحد بساحه التحرير، نطالب بالاصلاح الجذري. الشعب كله كسر حاجز الخوف، بعد ماكو خوف. الرئاسات الثلاثه احنا عازمين على ان انزيحهم نهائي، لان هم اللي خربوا البلد، هم اللي دمروا، حتى اللي كان معمر دمروا، يعني ما خلوا شيء. تشهد بغداد وغالبية محافظات الفرات الأوسط والجنوب موجة من التظاهرات الكبيرة المطالبة بحقوق الشعب، وعلى رأسها توفير الخدمات الأساسية، ولم يمنع الجماهير ارتفاع درجات الحرارة من التظاهر، لأن حرارة الموقف وحرارة الحرمان والمعاناة اليومية للمواطن العراقي والتصعيد النفسي عنده ضد الحكومة والبرلمان والسياسيين أعلى من درجة الغليان نفسها. وبحسب متابعينا، فإن عجز رئيس الحكومة في تنفيذ إصلاحاته دليل على ضعف الدولة التي يديرها في مواجهة مافيات الفساد التابعة لأحزاب وشخصيات متنفذة. لقناة الفلوجة، فراس الدليمي، بغداد.